بالنسبة للنوع الثاني من البروتونيال سبيسز، من البروتونيال كافيتيز، من أشكال اللي بيوجد عليها البروتونيوم اللي هو السفرينك سبيسز. احنا قلنا النوع الأول اللي هو البيج سبيسز أو البيج كافيتيز اللي احنا خدناها من شوية، النوع الثاني اللي سمول كافيتيز، ودولت كانوا اتنين، السفرينك سبيسز والباراكوليك جاترز. السفرينك سبيسز من اسمها ايه هي؟ سب تحت فرينك دايفرام سبيسز، يعني كافيتيز، يعني ذا كافيتيز ذات لايز بلو ذا دايفرام. هي عباره عن بريتونيال سبيسز قاعده تحت الدايفرام ان كلوز ريليشن تو ذا ليفر، يعني علاقتها بالدايفرام تحته وبالليفر حواليه، ودي عددهم اربعه. انا عندي رايت انتيريور سفرينك سبيس وليفت انتيريور سفرينك سبيس ورايت بوستيريور سفرينك سبيس وليفت بوستيريور سفرينك سبيس، انا اخدهم واحد واحد، نمسك الاسم ونحلله. رايت وانتيريور، يعني انتيريور سفرينك سبيس، انتيريور يعني قاعد فين؟ قاعد انتيريور تو ذا ليفر، رايت تو ذا رايت سايد، سفرينك يعني تحت الدايفرام، يعني ده سبيس قاعد تحت الدايفرام قدام الليفر على الرايت سايد، ادي الحدود بتاعته. عشان كده بنقول ايه؟ لايز بلو ذا دايفرام انتيريور تو ذا رايت لوب اوف ليفر، وقاعد تو ذا رايت سايد اوف فالس فورم ليجمنت. اما حدوده من فوق فكان فولد من البروتينيوم، هو ليجمنت اسمها كوروناري ليجمنت، الابر لير من الكورونر ليجمنت بتشكل البوستيريور ليميت اوف ذا رايت انتيريور سفرينك سبيس. طب بالنسبه للليفت انتيريور سفرينك سبيس، نمسك الاسم ونحلله. هو ليفت قاعد تو ذا ليفت سايد، تو ذا ليفت سايد اوف ايه؟ اوف فالسيفورم ليجمنت. ايه الفالسيفورم ليجمنت دي؟ دي فولد من البروتينيوم ريليتد للامبلايكس، هنتكلم عليه بعد شويه. بيقسم الليفر الى جزئين اثنين، ليفت لوب ورايت لوب. تو ذا ليفت سايد اوف ذا فالسيفورم ليجمنت كان بيقع هذا السبيس اللي اسمه ليفت انتيريو سفرينك سبيس. يبقى عرفنا ان هو ليفت انتيريو، انتيريو لمين؟ تو ذا ليفر، سفرينك تحت الدايفرام، واتي حدوده تحت بلوزي دايفرام انتيرو تو ذا ليفت لوب اوف ذا ليفر تو ذا ليفت سايد اوف فالسيفورم ليجمنت. اما حدوده من ورا فكان ليفت تراينجولار ليجمنت، احدى البروتونيال اتاتشمنتس اللي موجوده على الليفر. النوع الثالث من السفرينك سبيسز اسمه رايت بوستيريور سفرينك سبيس، نمسك الاسم ونحلله. هو سفرينك سبيس يعني تحت الدايفرام، بوستيريور بوستيريور تو ذا ليفر، كل علاقتهم يا انتيريور يا بوستيريور، انتيريور للليفر او بوستيريور للليفر، هنا بوستيريور تو ذا ليفر. طيب قاعد تو ذا رايت سايد، محدود قدام، قدام مين؟ قدامه هنجد الرايت لوب اوف ذا ليفر، وراه هنجد مين؟ الانتيريور سيرفيس اوف ذا رايت كيدني. اما حدوده من فوق فكانت اللور لاير اوف كوروناري ليجامنت. نلاحظ حاجه ان الكوروناري ليجامنت كانت بتشكل هنا على الرايت سايد، على الرايت انتيريور سفرينك سبيس البوستيريور ليميت، اما على الرايت بوستيريور سفرينك سبيس كانت بتشكل السوبيريور ليميت. هي الكوروناري ليجمنت لها تو لايرز، ابر لاير، ابر لاير داخله فيه الليميتس اوف ذا رايت انتيريور سفرينك سبيس، ولور لاير داخله فيه الليميت اوف ذا رايت بوستيريور سفرينك سبيس. ادي الثلاثه سبيسز سفرينك سبيسز. اما الرابع فهو الليفت بوستيريور سفرينك سبيس، من اسمه هو سفرينك سبيس يعني تحت الدايفرام، هو بوستيريور يعني ورا الليفر، ده مش ورا الليفر بس، ده ورا الليفر وورا الاستومك، تو ذا ليفت سايد ورا الاستومك تو ذا ليفت سايد. ايه الكافيتي اللي ورا الاستومك وقاعد على الليفت سايد؟ هو الليزر ساك. يبقى ده خدناه قبل كده على انه الليزر ساك. تعالوا نشوفهم كده اشكالهم الطبيعيه. ده الدايفرام، يبقى كل السفرينك سبيسز قاعده تحره ان كلوز ريليشن تو ذا ليفر، ادي الليفر، دي هنا الفالسيفورم ليجمنت اللي هو فولد من البروتونيوم، ماسك في الامبلايكس، بيقسم الليفر لجزئين اثنين، رايت بيج لوب وسمول ليفت لوب. طيب ادي الاستومك، والاستومك ما ننساش انها قاعده ورا الليفت لوب اوف ذا ليفر. تعالوا نشوف السبيسز بتاعتنا، دي الرايت كيدني وطبعا هي قاعده ورا الرايت لوب اوف ذا ليفر. السبيسز بتاعتنا ادي الرايت انتيريور او قاعد قدام الليفر، قدام الرايت لوب، على الرايت سايد اوف ذا فالسيفورم ليجمنت تحت الدايفرام. طب تيجي نشوف النوع الثاني اللي هو ليفت انتيريور،
قاعد زي ليفت سايد اوف فالس فورم ليجامنت قدام الليفت لوب تحت الدايفرام. طب النوع الثالث اللي هو الرايت بوستيريور، السهم هنا باين انه داخل بين الليفر وبين الكدني. طب هو رايت بوستيريور، بوستيريور تو زي، تو زي ايه؟ تو ذا رايت لوب اوف ذا ليفر. وانتيريور لمين؟ انتيريور يعني قاعد مزنوق، يبقى ده كافيتي، ده سبيس قاعد مزنوق في المكان، في المسافه اللي بين الليفر وبين الكدني. يعني لو انا داخل ايدي زي السهم ما داخل اهو، بدخلها اهي، لو دخلتها هنجد ان ايدي تمشي مع السهم بين الرايت لوب اوف ذا ليفر وبين الانتيريور سيرفيس اوف ذا كدني، وكل ده تحت الدايفرام. واخيرا النوع الرابع اللي هو كان الليفت بوستيريور صفر لينك سبيس، اللي هو كان الليزر ساك. ادي اول نوع من السمول كافيتيز اللي هي من الفيتشرز اوف ذا بيريتونيوم. تعالوا نشوف النوع الثاني من السمول كافيتيز. ادي شكل برضو الصفر لينك سبيس بشكلها الطبيعي. ادي الدايفرام، ادي الدايفرام اهوت، ودي اللي هنا الفالسي فورم ليجامنت فولد من البروتونيوم بيشق الليفر ويقسمه الى رايت بيج لوب وسمول ليفت لوب. ادي هنا الانتير ابدومينال وول متشال، وده دليلنا على كده. ادي العضلات بتاعته الثلاثه مترتبين في ثلاثه لايرز، وادي الريبس وهي مقطوعه. دي كانت الاستومك، ده فولد من البروتونيوم ماسك الاستومك في الليفر اللي اسمه ليسر اومنتم، بعدين هنتكلم عليه. تعالوا نشوف بقى ايه. ادي الفالسيفورم ليجمنت، ادي الرايت انتيريور سبفرينيك سبيس اللي قاعد قدام الليفر تحت الدايفرام على الرايت سايد اوف ذا فالسيفورم ليجمنت. الثاني اللي هو الليفت انتيريور سبفرينيك سبيس قاعد قدام الليفت لوب اوف ذا ليفر تحت الدايفرام على الليفت سايد اوف ذا فالسيفورم ليجمنت. النوع الثاني بقى من اللي بروتونيال سبيسز، من السمول بروتونيال سبيسز او سمول بروتونيال كافيتيز اللي اسمه الباراكوليك جاترز. بارا يعني سايدز، كوليك يعني كولون، جاترز يعني لونجيتيودينال ديبريشنز. هي تعرف عباره عن لونجيتيودينال ديبريشنز قاعده ات ذا سايدز اوف ذا اسندنج اند ديسندنج كولون. ادي المنظر بتاع الجاسترو انتستينال تراكت. ادي اللون الرمادي الغامق ده، ده كان الاسندنج كولون، وده ده السيكم الاول، اسندنج كولون، ترانسفيرس كولون، ديسندنج كولون، سيجمويد كولون، والريكتم والانال كانال. فين هما الاربعه بيريتونيال سبيسز؟ هما عددهم اربعه. في اتنين قاعدين على السايدز اوف ذا اسندنج كولون، واتنين قاعدين على السايدز اوف ذا ديسندنج كولون. الاثنين اللي قاعدين على السايدز اوف ذا اسيندنج كولون، واحد لاترال وواحد ميديال، والاثنين على الرايت سايد، يبقى رايت لاترال ورايت ميديال باراكوليك جتر. الاثنين اللي قاعدين على الليفت سايد هما برضه نفس الطريقه، الليفت لاترال والليفت ميديال باراكوليك جترز. اهميه الباراكوليك جترز والسفرينك سبيسز اهتموا بيها بتوع الجراحه جدا في ايه؟ ان ديت سايدز اوف بس كوليكشن افتر سيرجيكال اوبريشنز. دي اماكن لتجمع الصديد لو وجد بعد العمليات الجراحيه في الابدومين، فبيسموه سايد اوف بس كوليكشن، بيحصل ستيزس للبس في هذا المكان. على هذا الاساس لو عملوا الانفستيجيشنز بتاعتهم ووجدوا فيه فلويد ليفل او بس، يعرفوا يوصلوا له من خلال هذه الريليشنز اللي احنا اتكلمنا عليها.